ليفربول بيفوز الفوز الثاني على التوالي بعد ما كسب ليدز يونايتد 4-3، بيعود ويكسب تشيلسي في ستانفورد بريدج 2-0 في مباراه تكتيكيه مميزه من كلوب، وكانت هتبقى مميزه من لامبارد لولا قرار الحكم وغباء كبه. حطني رقم واحد في القصير. قبل ما نبدا في اي كلام، منزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه لو مش عامل سبسكرايب، وفعل الجرس عشان يجي الحلقات اول باول. ويلا بينا. ليفربول بدا النهارده بالرسم التكتيكي 4-3-3، لكن عناصر الملعب متغيره نوعا ما شويه. بدا باليسون قدامه فان دايك وفابينيو وبدل جوميز على اليمين، ارنولد على الشمال، وبيرسون بيلعب ثلاثي في نص الملعب، هندرسون قدام فابينيو وفان دايك، جنبه نابي كيتا وجنبه فينالدو، قدام بيلعب صلاح وماني وفيرمينيو. الناحيه الثانيه لامبارد بادئ بتشكيل غريب بالنسبه لي، تشكيل عناصره غريبه. بدا برسم تكتيكي 4-3-3، بادئ بكيبا قدامه، بادئ بكريستينسن وزوما على الشمال، الونسو على اليمين، ريس جيمس، ثلاثة في نص الملعب، كانتي وجورجينيو وكوفازيتش، قدامهم فراسي ماونت وهافرتز وفيرنر. الفكرة اللي ما كنتش فاهمها او ما كنتش مستوعبها، ان انت ليه بتلعب بهافرتز وماونت؟ ليه تلعب الاثنين دول وينجات؟ يعني مش فاهم. انت ماشي عندك بوليسيتش وحكيم زياش، الاثنين المفروض يبقى الوينجات بتاعتك، الوينج رايت والوينج ليفت بتوعك الموسم دون، مصابين او مش موجودين معاك، ليه ما بتلعبش هوتسون ودوي اللي انت وعدته اللي انت هتدي له فرصه وهتدي له دقائق لعب وقعدته وما اديتوش بايرن؟ ليه خليت هوتسون ودوي يفضل موجود وانت مش بتلعبه اصلا؟ انت هافيتس جه لعب معاك ماتشين، لعب ضد برايتون وينج رايت، ولعب النهارده ضد ليفربول وينج ليفت، وضد برايتون ما ظهرش، وضد ليفربول برضه ما ظهرش. فانت ليه بتلعب بهافرتز اصلا وينج؟ هافرتز مشكلته يعني القوه بتاعته او افضل حته بيلعب فيها هو نص الملعب او اللاعب نمرة 10، دي اللي بيلعب فيها. ماونت بيلعب ناحيه اليمين، اي نعم ما كانش ظاهر قوي، بس هو بيستخدمه في دور دفاع شويه، انه يرجع لورا بيساند ريس جيمس وبيقفل على روبرتسون بيلعب على شماله، وماونت ايمن فبيقفل على شمال روبرتسون. لكن الناحيه الثانيه هافرتز ما كانش بيعمل الحته اللي بيعملها ماونت في الماتش. هافرتز ما كناش بنشوفه بيعمل الدور الدفاعي اللي ماونت مثلا كان بيعمله، كنا بنشوف وقت كتير جدا فيرنر هو اللي بيرجع يساند الونسو. فيرنر في ماتش النهارده شفناه بره منطقه الجزاء اكتر ما جوه منطقه الجزاء. فكره ان فيرنر هو اللي بيخرج بره منطقه الجزاء كتير وبيرجع يساند حتى الباك ليفت بتاعك، واللي هو بتستخدمه في ماتش النهارده، يعني كنا بنشوف النهارده فيرنر كوينج يمين او كوينج شمال اكتر من انه بيلعب كمهاجم صريح، وده اللي خلى تشيلسي مفقود هجوميا، اللي انت المهاجم بتاعك الاساسي او المهاجم اللي بتلعب بيه النهارده بره منطقه الجزاء، والوينجات بتاعتك مش شغال عشان الاثنين ماونت وهافرتز الاثنين مش اماكنهم. فانت الوينجات بتاعتك مش شغال والمهاجم بتاعك مش شغال، فاوريدي الهجوم بتاعك مش هيبقى مطمئن او مش هيبقى كويس. الناحيه الثانيه ليفربول، نص ملعب ليفربول، انا عندي مشكله كبيره قوي مع هندرسون، مشكله كبيره. لما هندرسون بيلعب حتى اللاعب نمره 8 بيبقى عندي معاه مشكله. فتتلاعب لي هندرسون النهارده كلاعب نمره 6 قدام الاثنين قلوب الدفاع. النهارده كنا بنشوف تشيلسي نص ملعب تشيلسي او تشيلسي عموما لما كانوا بيضغطوا على نص ملعب ليفربول، اول ما بيستخلصوا الكره بيبقى وشهم لفابينيو وفان دايك على طول، نص الملعب كانه مش موجود. اول ما بيضغطوا على نص ملعب ليفربول الكره بتستخلص بسهوله، ولما بتستخلص مفيش ضغط حتى من نص ملعب ليفربول، لا انت بتقابل على طول فابينيو وفينالدو او فان دايك على طول. ده كان بيخلي شكل ليفربول الشوط الاول مش كويس، اللي انت مش عارف نص الملعب يخلق لك فرص، حتى نص الملعب لما الكوره بتبقى في رجليهم مفيش لاعب بيفتح فوق، ما بيفتحش مساحه. يعني مثلا الكوره مع هندرسون مش بتلاقي مثلا نبي كده فينالدو من الاثنين بيفتحوا علشان اللي معاه الكوره يسلموا الكوره، لا الاثنين بيبقوا ثابتين. الثلاثي بتاع نص الملعب تحس ان هو ملزوق في نص الملعب بس، انا مش هفتح فرص تمرير لاي حد اي حد. وده اللي ليفربول كان بيحاول يخلق فرصه هنا بقى، كان بهجوم ليفربول اللي هم الثلاثي فيرمينيو وصلاح وماني، كان بيحاولوا يخلقوا ليفربول فرص لعيبه اي حد مش راسي. كان احيانا كتير بنشوفه ينزل لحد نص الملعب بياخد الكره من نص الملعب هو اللي بيبدا الهجمه، لان انت ما عندكش لاعب كريتيف في نص الملعب. فيرناندو مش بالكرياتيفيتي اللي هو يوصلك الكره لعيبه نص الملعب بسرعه، نابي كده برده مش بالكرياتيفيتي اللي هو يرمي لك ثرو مثلا لصلاح او يرمي لك ثرو لمانيا او يرمي لك ثرو لفيرمينو، هو هندرسون لا حول ولا قوه. فانت نص الملعب بتاعك مفقود الشوط الاول، مش عارف تعمل شغل الشوط الاول لليفربول، مش عارف توصل الكره لهجوم ليفربول.
ادى ان انت بتحاول تلعب على الاطراف وبتحاول ترفع عرضيات، فالاطراف نوعا ما لامبرد لما كان مكتمل العدد كان قافل لك نوعا ما الاطراف، وكان قافل الحته دي مش بيخليك مش بيديك الحريه انك تلعب على الاطراف، ونص الملعب بتاعك قلت لك مش بيدي الكرياتيفيتي او مش بيدي الفكر ان هو يضغط مثلا على نص ملعب تشيلسي، في نص ملعب تشيلسي ويضغط عليه ويستخلص الكوره ويلعب كوره سريعه تك 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 كوره سريعه. مش بنشوف مش بنشوف ده ادى ان انت تخرج الشوط الاول 0-0. نيجي بقى لحته الطرد. الصوره اللي انت شايفينها قدامك ديت انا من وجهه نظري طرد صريح بعيد عن كبه طلع، واللي هو بيقول لك ممكن تبقى فرصه هدف او مش فرصه هدف، لا يا معلم كريستنسن متشعلة على مانيه، متشعلة عليه مش مانيه مثلا بيجري وكريستنسن اداله كتف في ظهره او اداله مثلا زقه بسيطه، لا ده كريستنسن نايم على مانيه ومتشعلة فيه وواخده واقع بيه. فانت طرد، انا اول ما شفتها ده هو طرد. مانيه لو كان لمس الكوره بس لمسه بسيطه كان لابس كريستنسن وكبه في بعض وراح هو انفراد، هو جون جون فاضي. لكن انت تعمل الحركه الغبيه قوي من كريستنسن دي، دفعت فريقك الثمن اللي انت عملته ده ثمن كبير قوي، اللي انت خرجت بفريقك ناقص العدد. الشوط الثاني اللي انت كنت الشوط الاول نوعا ما متماسك قدام ليفربول، لكن انت مش قادر تتماسك قدام ليفربول وانت ناقص العدد، صعب 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 قدام ليفربول. فانت خرجت خلاص الشوط الاول 0-0 وعديت بمر الامان، لكن الشوط الثاني خلاص بقى ليفربول هو اللي ماسك الكوره، هو اللي مستحوذ، هو اللي بيتحكم في الريتم، هو اللي بيباصي، هو اللي بيرفع، هو اللي بيعمل كل حاجه. كان تشيلسي كان بيحاول يلعب على المرتدات، والمرتده بتاعت فيرنر الحته بتاعت فيرنر لازم لامبرد يقولها له، ان فرق الدوري الانجليزي عكس فرق البوندسليجا بكتير بكتير قوي كمان. فيرنر النهارده لو كان الكذا مرتده اللي لعبها او كذا مرتده اللي جري بيها ديت، لو كان بيعمل مرتده بسرعه ولمسه ولعبها تك 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 كان ممكن يوصل لمرمى ليفربول. حتى في الشوط الاول برده المرتده اللي كان بيلعبها فيرنر كان بطيء نوعا ما في المرتده، لو المرتدات بتاعه تشيلسي كانت سريعه نوعا ما شويه وقدروا يلعبوا في ظهر ليفربول اللي كان بيلعب دفاع متقدم جدا وقدر يلعبوا في ظهره، كان ممكن يخلص الشوط الاول 1-2 لتشيلسي. لكن المرتده كانت بتلعب ببطء وفيرنر كان بيلعب مرتده ببطء، لازم لامبرد يقول ان الدفاع بتاع الدوري الانجليزي عامه مش هيديك الفرصه ان انت تلاقي ضغط كبير عليك وهتلاقي عنف كبير عليك، فمش تقدر تلعب الكوره اللي كنت تلعبها في المانيا. خرج الاول 0-0، خرج الثاني ليفربول زي ما قلت لكم ماسك الكوره مستحوذ بيضغط عامل كل حاجه في المباراه. لكن تغييره عجبتني قوي من يورجن كلوب في بدايه الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني سحب اندرسون ونزل تياجو كانتارا. لما نزلت تياجو كانتارا بقى نص ملعب ليفربول افضل، تقدر بقى يفتح لك مساحه، بقى يدي لك زوايا تمرير او يدي لك فرص تمرير للاعب اللي معاه الكوره بيوصل له ويدي له فرص تمرير اللي هو يدي لي الكوره، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو اللي كان بيبدا الهجمه، هو اللي كان بينزل يستلم من مدافعين ليفربول وكان بيوصل الكوره طويل سواء لارنولد او سواء لروبرتسون او سواء لصلاح او مانيه بمعلمه ومظبوطه 100%. الحاجه الثالثه ان عندك لاعب في نص الملعب بيلعب بصير، عندك لاعب في نص الملعب بينزل لك الشوط الثاني باصه 83 كوره منهم 73 كوره صحيحه ب 100% 90% تمريرات صحيحه بتاجي كانتارا وهو بيلعب شوط ثاني بس 90%، يعني يقارب ان كل الباصات اللي لعبها صح. فانت لاعب زي تاجي كانتارا دي هيفرق معاك جدا في نص ملعبك ويعلي الريتم جدا لنص ملعبك ويعمل ابجريد كبير جدا لنص ملعبك تاجي كانتارا. نزل الشوط الثاني عمل نص الملعب شكل ليفربول بيمسك نص الملعب حتى لو كان بيضغطوا عليه، تاجي كانتارا من اللعيبه المميزين جدا في العالم اللي بيقدر يخرج بالكوره تحت ضغط كويس جدا، وشفناه كذا مره مع اسبانيا وشفناه كذا مره مع بايرن ميونخ بيخرج بالكوره بتاع الضغط بمعلمه كبيره تاجي كانتارا، فهيفيدك جدا في الماتشات الجايه. لكن بقى مانيه خلاص اللي هو تاني ضغط ليفربول هو اللي بيساعد على كل حاجه، تاني ضغط ليفربول ضغط 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 ضغط، ادى جون الاول بلمسات مميزه جدا من فيرمينيو صلاح، لمسه الثانيه الثالثه رفع عرضيه دخل مانيه الجون الثاني، الجون قصدي الاول ليفربول، الجون الاول ليفربول خلاص بعد الجون الاول ليفربول عايز يجيب الثاني عشان ياكد خلاص الفوز، عايز ياكد الفوز. الجون الثاني جه بغباء كبير جدا من كيبا، غباء كبير جدا 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 من كيبا. كيبا بياخد الكوره مانيه بيضغط عليه بيباص في رجل مانيه، مانيه بياخد الكوره جون. وكيبا بنشوفه في كذا مباراه قدام فريق كبير بيغلط غلطات ساذجه، ولازم لازم تشيلسي يجيب حارس، لازم تشيلسي يجيب حارس، لازم 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 يجيب حارس. الجون الثاني خلاص بقى قتل كل الامال وقتل كل الطموحات وقتل كل حاجه، كل حاجه. لو كان بيفكر تشيلسي يرجع في مباراه قتلها، حتى ضربه الجزاء اللي جات له ضيعها جورجينيو، كل حاجه اتقتلت. ليفربول هو اللي مستحوذ على كل حاجه في المباراه، لان ليفربول هو الافضل هو الكامل العدد. لامبرد التشكيل الخاطئ اللي بدا بيه ادى انه يخرج من المباراه مهزوم،
قرار الحكم بطرد كريستنسن ادى ان يخرج تشيلسي مهزوم. التالت حاجه لامبرد لازم يلاقي حلول، لازم يلاقي حلول. انت لازم الماتشات الجايه تبتدي التشكيله بقى اللي انت اصلا جايب لعيبتك عشان تلعب بيها اللي هي ال 4 2 3 1. تبدا بثنائيه نص الملعب تلعب بال 4 2 3 1، هافرتس يلعب بقى في مكانه الطبيعي اللاعب نمبر 10، تلعب بونجاي هوتسون هدوي حتى تلعب بيه وينج يا معلم. انت جايب يعني قعدت هوتسون هدوي ليه لو انت مش تلعب بيه؟ لازم الماتش الجاي تجرب هوتسون هدوي لو بوليزيتش ما رجعش، لازم حكيم زياش يرجع في اقرب فرصه، لازم تشيلسي الصفقات اللي جابها تبتدي تشتغل بقى، لازم بريتشيلو ياخد مكان الونسو، لكن لان الونسو في الرباع ورا مش مميز تماما. لازم تياجو كانتارا تياجو سيلفا الماتشات الجايه برده يبتدي يشتغل، اللي هو على الاقل تبدا بتوموري مثلا وسيلفا، او تبدا بزوما وسيلفا، لكن كريستينسن وزوما وتوموري وزوما مش هيجيب لك اي جدوى في المباراه القادمه. ليفربول بالعلامه الكامله 6 نقط من ماتشين، عنده ماتش الجاي ارسنال في انفيلد الله المستعان، وان شاء الله نبقى علامه كامله، وتسع نقط من ثلاث ماتشات باذن الله. وده كان الاول اخذ بقرار يعني في مباراه تشيلسي وليفربول. قول لي رايك انت في المباراه في الكومنتس، وقول لي توقعاتك، هل ليفربول قادر على المنافسه على الدوري السنه دي وكمان يفوز بيه، ولا صعب حبتين وممكن يفقد البطوله السنه دي؟ وقول لي كمان رايك في تشيلسي، هل تشيلسي فعلا قادر على المنافسه على الدوري او حتى يخش توب فور السنه دي، ولا لامبرد ممكن يخش الدوامه ويفشل السنه دي؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك متنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك في الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا لايك سبسكريبشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، نشوفكم الحلقه الجايه، سلام.